طيب انا ممكن ابتدي اتكلم معاكم يا جماعه عن التوبيك بتاعي. احنا النهارده هنبتدي نتكلم عن الديلي وور. الديلي وور بتاعنا اللي هو ايه؟ اللي هو انتوا كلكم عارفين اول ما بترجعوا من المدرسه، الاطفال بتوعنا بيرجعوا من المدرسه اول حاجه بنعملها ان احنا بنبتدي نسد في شعرنا. ليه؟ في هوم ورك، وفي طبعا لازم اروح التمرين في الجهه اليمين والتمرين الثاني في الجهه الشمال. فطبعا احنا بنتعب جدا ان احنا ناخد اطفالنا من حته لحته، ونضطر ان احنا نركز في ان احنا نخلص الحاجه اللي ورانا. زي ايه؟ زي الاكتيفيتيز بتاعتنا كلها. الاكتيفيتيز دي بنتكلم عن الساينس، بنتكلم عن لو احنا عايزين نوديهم نعلمهم حاجه في الميوزك، عايزين نوديهم نعلمهم اي حاجه في اي سنتر بره. فاحنا بيبقى عندنا مشكله في التايم. So the idea here ان احنا هنبتدي نتكلم النهارده عن beyond السكول بيلز. Beyond the school bells معناها ان احنا بنتكلم عن الوقت بعد المدرسه. الوقت اللي بعد المدرسه ده key time بالنسبه ل our children. And for our children to make sure ان احنا التايم ده هنستخدمه efficiently وهنستخدمه صح، السوليوشن بتاعنا ان احنا نبتدي نبص على after school programs. ايه هي الافتر سكول programs بتاعتنا دي؟ الافتر سكول programs بالنسبه لنا بتبقى programs ليها علاقه بالاكتيفيتيز دي كلها في حته واحده. اكتر من 19 مليون child في اليونايتد ستيتس لا عندهم الابيلتي ان هم يجوين افتر سكول بروجرام ده، they will join. فده الهدف اللي احنا بنحاول نوصل له هنا في مصر، ان احنا عايزين نعمل الافتر سكول بروجرامز دي عشان الناس تبتدي تجوين. ليه؟ Why do we think ان الافتر سكول بروجرامز بالنسبه لنا مهمه؟ بندور على ايه في الافتر سكول بروجرام؟ اول حاجه بندور عليها ان الستاف بتاعنا يبقى هايلي educated ويبقى definitely qualified. لازم الستاف بتاعنا يبقى فاهم هو بيعمل ايه، لازم الستاف بتاعنا يبقى very specialized في الاريا اللي هو بيشتغل فيها. Also بندور على safe and secure environment. بندور على environment بتبقى كويسة بالنسبة للكيدز بتاعتنا، عشان لما يجوا يبقوا safe and secure في الاريا دي. تالت حاجة بندور عليها هي strong evaluation process. لما نروح نودي after school program المفروض ان احنا ال after school program ده بنحاول ان احنا ندور على حاجة هتدينا feedback، هتقول لنا الحكاية دي كويسة ولا وحشة، هتقول لنا احنا المفروض ان احنا نبص على ايه او نساعد ال kids بتوعنا في ايه، بحيث ان هي ان هم يبقوا stronger في ال subjects بتاعتهم. Finally, we also need to look at having a healthy meal. It's very important ان هما يكونوا بياكلوا كويس، عشان لو بياكلوا كويس هما هيعرفوا يركزوا في الهومورك بتاعتهم، هيعرفوا يركزوا في الاكتيفيتيز اللي هما بيعملوها. فالبوينتس دي كلها احنا بنحاول ان احنا ندور عليها لما بنبص على after school program. Also, we look for a large variety of activities. الاكتيفيتيز الكتيرة دي بتدي أي child الأوبورتيونيتي إن هو يوسع تفكيره في الحاجات اللي هو بيعملها. بيبقى عنده أوبشن A B C. يمكن هو مش حابب مثلا الأرت أند كرافتس فيبتدي يعمل ساينس. يمكن هو مش حابب الساينس أو الأرت أند كرافتس، يبقى لازم يبقى عنده أوبشنز تانية. زي إيه؟ زي مثلا إن هو يبقى فيه كوكينج كلاسز، إن يبقى فيه computer courses، ان يبقى في physical activities، sports، اي نوع من انواع الاكتيفيتي، teamwork activity. كل الحاجات دي بتعلم الكيدز بتوعنا ازاي يفكروا بطريقه ثانيه. So usually لما احنا بنيجي نبص على الافتر سكول بروجرام most
البروجرامز دلوقتي جير توردز حاجه اسمها ستام اور ستيم. ايه هو الفرق بقى ما بين ستام وستيم؟ في حرف واحد هو الفرق. الحرف الواحد ده ليه علاقه بالارتس في البروجرام. ستام has to do with science, technology, engineering and mathematics. كل الحاجات دي بتستخدم the left side of your brain. Okay? الحاجات دي احنا دلوقتي بنبص على math, logic, speech, analytical skills. لكن لما بنيجي نتكلم على ال STEAM, لما بنعمل incorporation للarts, بنبتدي نتكلم على ال right side of your brain. ده معناه ان احنا بنستخدم our entire brain, مش بنستخدم جزء واحد بس. فده ال benefit بتاع ال STEAM program. طبعا ممكن نعمل حاجة simple جدا, a STEAM project مع أطفالكم في البيت. هنيجي ناخد ال skewers اللي هي ال sticks اللي احنا بنعمل بيها الشيش طاووق في البيت. بدل ما نستخدمها في الشيش طاووق هناخد ال sticks دي وهناخد ال play-doh الأطفال بيلعبوا بيها. حاجتين أكيد موجودين عندكم في البيت, وكل اللي هما بيعملوه إن هما بيعملوا what we call a skewer structure. Skewer structure ده بيعلمهم engineering, بيعلمهم إزاي يبنوا مبنى يبقى stable وما يقعش. هيبتدوا يجربوا كذا طريقة وبالتالي هيوصلوا لحل إن هما يحطوا حاجة واقفة, حاجة قادرة إن هي تمسك نفسها, فبالتالي بيتعلموا الانجينيرنج. مدخلين فيها الارت كرافت, مدخلين فيها كذا حاجه, فالحاجات دي كلها بتبقى مهمه بالنسبه للستام بروجرام. فالهدف ان احنا نبص على الستام والستيم ده حاجه مهمه جدا في الافتر سكول بروجرام ان هي تبقى موجوده. ايه هي البنفيتس بتاعت الافتر سكول بروجرام؟ أول حاجة عندنا improved safety. الـ improved safety معناها إن إحنا في after school program, الـ after school program ده بيساعد إن هو to make sure إن الطفل safe وإن هو في مكان أمين. بعد إذن حضرتك يا فندم بعد إذن حضرتك كده أنا ساعدتك, شوف ساعدني انا بقى كمان وصور كويس. فاول حاجه improved safety. ال improved safety ده مهم جدا لان احنا لما بنيجي نسيب اطفالنا في اي حته لازم بنطمن عليهم, لازم نبقى مطمنين ان هم في مكان احنا مش هنبقى قلقانين ان هم يتعوروا او ان هم يخافوا من المكان ده. Okay. حاجة كمان احنا بندور عليها الـ improved health. الحاجات دي هي الأساس اللي احنا بنوصل له في الآخر. الـ after school program أهدافه هو الـ health, هو الـ safety, هو إن يبقى فيه reduced risk behavior. يعني هو بيستخدم وقته صح, مش بيدور إن هو يستخدم وقته إن هو ياخد بعضه ياخد صحابه ويروحوا يعملوا اي مشكله بره. لا, بيستخدموا وقتهم ده عشان يقعدوا يعملوا حاجه يتعلموا منها, حاجه productive, حاجه ممكن ان هم يستفيدوا منها. ال after school program also بيعمل better classroom behavior. من كتر ما ال after school program بيعلم الطفل ان هو يقعد ويذاكر ويلتزم ب organization معين, teachers في schools بعد ما بيلاقوا ان ال students بتوعهم كانوا في after school program بيلاقوا improvement كبير جدا في ان هم ال behavior بتاعهم جوه ال classroom بيتحسن, لان ابتدوا ان هم يتعودوا حتى بعد ما بيمشوا بعد ما بيخرجوا من المدرسه بيتعودوا على organization معين واسلوب معين في ال activities وفي ال homework process. Another benefit لل after school program is improved academic performance. لما بيبقى دايما في حد بيراجع مع الأطفال وحد مع الأطفال لما بييجوا يعملوا الهوم ورك
especially if it's someone professional, حد فاهم البروجرام وحد فاهم هو بيعمل ايه, بيبتدي ان هو يبقى فيه improved academic performance. It helps ان هما يبتدوا الجريد بتاعتهم تعلى. ونسبة كبيرة قوي من البيرنتس لما جم يعملوا statistics في امريكا لقوا ان 8 out of 10 parents لقوا ان في فعلا improvement في الحاجات دي. طبعا هنا في مصر لسه ما فيش statistics دي, بس we hope يعني ان احنا نبتدي ان احنا نبص على الافتر سكول بروجرامز بطريقه جديده, بحيث ان احنا الافتر سكول بروجرامز دي تساعدنا ان احنا نحاول ان احنا نخلي our children more educated and have a high quality of education, وتساعدهم ان هم يبقوا حابين المدرسه وحابين ان هم يروحوا المدرسه ويقعدوا في المدرسه على قدر الامكان, ما يبقوش متضايقين. يعني في اطفال كتيره قوي بترجع من المدارس متضايقين, فدي بروسس معينه نحاول ان احنا نعملها بحيث ان هم يبقوا مبسوطين. So don't you think your kids deserve a high quality after school program? دي حاجه مهمه جدا. Thank you so much for your time.